حسين سكن بطفلك الملهوب جتني يابس لسانه وشوفته والله شعبت وحال العزيزة وحال أخوها شلون تجذب الونا والرضيع يدير بالعين هلت مدامع هاي أخويا ووقفت حذاي ترتعش وتقل لي يا عمي تفتت حشاي مدة ثلاثة أيام والله ما ضقت ماي واحنا يا أخويا الموت لازم واردين قال لي يا قطب الرحى ويا شايل حملنا خلى يا أخويا من الظما يهلك طفلنا الله يعين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا أخويا تميل عدوانك علينا أذن له إذن مضيق هذا موقفها موقف الآخر لما أراد بأبي وأمي أن يخرج الخروج الأخير من يودع غير الحسين يا مؤمن يا مؤمنة جاءت زينب تودع أخاها تودع كافلها خلاص رايح رايح وما راح يرجع وش تقول له وش لسان حالها ها لحظة يا خويا دنتظر محلى جمالك يا البدور ما قدر أشوفه معتفور هيد لزينب يا القمر هيد لزينب يا القمر خلني بقبل هالشفوف قبل انتي قبل هالسيوف عباس لا زينب يعوف تبقى سبية يا القمر تبقى سبية يا القمر خلني أباشم من حراك بشباعي منك وانظرك بشتاق خويا المظهرك منه بعد منه بعد عينك قمر منه بعد عينك قمر منه عقب عينك إلي منه بيك فالمحملي منه لزينب بتعالي ترضى أجانب يا القمر ترضى أجانب يا القمر بعد شنو عندك يا زينب ها ماذا عندك ها سلم على أمي الزهراء ولا تنسى أبويا تخبره زينب بقت من سترة لمن مضى وراح القمر لمن مضى وراح القمر أين المنادي وعباسا أما الموقف الأعظمها على قلبك يا مؤمن أي موقفها لما جاء النداء من العباس بعد أن قطعت يمينه ويساره ونبت السهم في عينه انحنى بأبي وأمي ليستخرج ذلك السهم فجاءه لعين فضربه بالعمود على رأسه النقول تقول لم يكتفي بضربة واحدة بل ضربه مرارا حتى هشم هامته عند ذلك نظر إلى ناحية الحسين قال أخي حسين نور عيني حسين عليك مني السلام قطع يا
بعد جفافي يا خويا والعلم ما بالعجل شوف البرقك يا حسين شيا طاح الحميل يا ابو علي وقلت الحيله وما اقدر اشيل سلايح والقربه ثقيله مال العلم يا حسين خل ضغب يجيله لا ينكسر جشاك يا ابن حيدر يا سردة بأي حال جاء الحسين إلى مصرع عضيدة إلى مصرع أبي الفضل العباس نزل بأبي وأمي محدودة بالضاه كلما أراد أن يعدل ظهره ما استطاع يعني الإمام بأبي وأمي هدا لم يستطع أن يعدل ظهره نادى الآن انكسر ظهري الآن شمت بي عدوي من لنا بعدك يا أبا الفضل أين المنادي وحسينا عند ذلك بأبي وأمي جلس عند مصرع أخي بأي حال ينظر إلى أخي وإذا بالهامة مفضوخة ومهشمة وسهم قد نبت في عين وسال الدم على الأخرى لا يمين لا شمال وضع رأس أخي في حجره بكى بأبي وأمي حتى تقاطرت دموعه على وجه أخيه أفاق العباس فلم يعلم هو في حجر من قال إن كنت عازما على قتلي فاصبر هنيئة حتى يأتي ابن والدي أتزود منه ويتزود مني قال أنا ابن والدك أنا الحسين وسوها أبو فاضل يا مؤمن يا مؤمنة جر رأسه فعفره بالتراب قام الحسين حط الرأس مرة أخرى في حجره وإذا بالعباس يجره فيعفره بالتراب خل نفسك موضع منه مو موضع العباس موضع الحسين وش حال الحسين وهو ينظر إلى أخي في الرمق الأخير يريد أن يتودع منه وإذا بالعباس يجر رأسه ثالثا ويعفره بالتراب قال أخي أبا الفاضل قطعتني يا قلبي أنا ما قال رحت من أشوفك بهذا المنظر ما لي أراك كلما وضعت رأسك في حجري جررته وعفرته بالتراب قال الآن تضع رأسي في حجرك ولكن بعد ساعة من يضع رأسك في حجرك أين المنادي وحسينا وكأن العباس ينظر نظر الوفاء وفيت أبا عبد الله كفيت أم لا وجاه الجواب من الحسين هذه الأبيات تحفظها ها. لا عندي فايا يا ظل الإخوة فضلك يا خويا بزر يلا شباب ما شفت أنا في الإخوة مثلك بذل مجهول قطع العيد ذرعانا وشال العلم بسنوف وقعد يا خويا توعى يا مشرد الخيام وقعد يا خويا توعى لدوسك الخيام مش حال إمامكم ها جمرة غضب
في جفي وجمر عليها واطي وخيل تجول عليا وخيل على فسطة وسهم العيد صايبني سهمي عليهم خا وقعد وقعد يا خو يتوعى يا مشرد الخيار ولكن انا باشيلك لدوسك جواب العباس ها يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروق خل الخلايق تحكي فادي اخوه بروح هذه يا اخويا المرجله والموتى الممدوح بأبي وأمي نظر وإذا بالسهم قد نبت في عينه وش يسوي الإمام الحسين ها يا مؤمن أراد أن ينتزع ذلك السهم وإذا بالعباس يلتفت ماذا تريد أن تصنع يا أبا عبد الله وش تنبي تسوي قال أريد أن أنتزع هذا السهم وإذا بالعباس يقول أخي حسين دع هذا السهم لا تشيله ليش ها يا خويا السهم لا تشيله قسمت براسك الغالي يا خويا السهم لا تشيله أخاف انظر إلى زينب يا خويا مسلب قبالي خلي السهم في عيوني وادري السهم ماذيني لكن أنا بتحمل الآلام وعلي يهون سهم العين لكن ما أقدر أشوف أختي وسترها براحة الكفة وش جاوبها الحسين الحسين يقول ها أبا الفضل ترى هذا الرسم يروح ويا زينة يعني بتشوفها بتنظر إلى السهم هذا باقي وعندها أسهم أخرى وتراها خلني السهم باشيله خلني السهم باشيله ترى يا ظنوة الكرار إذا شافت سهم عينك بتذكر وقزة المسمار بتقلب عليها أوجاع الزهرة خلني السهم باشيله خلني السهم باشيله ترى يا ظنوة الكرار إذا شافت سهم عينك بتذكر وقزة المسمار وكفاية تنظر السهمين ترميهم العدى الأشرار وش السهمين ها يا مؤمن سهم في نحر عبد الله وسهم في وسط دلالي أين المنادي وحسينا أين المنادي وعباسا وين الجفين يا سردال الحرب وين الجفين دمك صابت من زنودك يصب وين الجفين وين الجفين دمك صوب من زنودك يصب وين ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة
قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباس يتروح ينسى بوسكنة وراضيعة، طفلك يا حسين شاعب نبوى النيته، طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته، وين الجفين وين الجفين يا سردال الحارم، وين الجفين دمك دمك صابين من رايد يفتح حين عيونه والدمى جامد عليها، حسر وهلت دموعه وغسل دم العين بيها، قال يا خويا الوادي عبجاه ابونا من تيجيها، تعذر لي زين يا خويا بطيحتي تعذر لي زين، ما لي يدين دي عاين حالتي، وين الجفين وين الجفين يا سردال الحارب، وين الجفين دمك صابين وين أبيات الدعاء، وأسألك الدعاء ويا زينب هام من رجع الحسين بأبي وأمي، وإذا بالحسين راجع وحيد مفروض بأبي وأمي، التفتت إلى الحسين نظرت وإذا بالحسين بأبي وأمي دموعه على خده، فهمت الأمر وين نظرتها، نظرت ناحية المشرعة تنادي أبو فاضل، ها كلنا ويا زينب، ها يا أبو فاضل اليتامى كلها تسأل جوابك، يا أبو فاضل عمنا شو عمنا تعطل، يا أبو فاضل لو أجيك شلون أندل، مرة ثانية يا أبو فاضل اليتامى كلها تسأل، يا عم شو عمنا تعطل، يا لو أجيك شلوني أندل، وش جاوب أبو فاضل ها لا تجيني زينبي قتلك ونيني، لا تجي مقطع شمالي ويميني، لا تجيني والسهم نابت بعيد.